هنا والناموس للجميع. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه في هذا الصباح، وعلى بركه الله ينطلق الشوط الثالث الخاص لابناء القبائل. نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعه، نسير ونبدا بعد المراكز وننطلق مع اول الاسماء واول الشعارات. هنا النويعز بشعار خليل بن عبد الهادي بن خليل الشهواني يتقدم مع اول الاسماء واول الشعارات، يقدم لنا النويعز مع اول التحديات. ثاني المراكز وصل شعار بن نايفه يتقدم مع ثالث المراكز، يقدم لنا هذبه حمد بن محمد بن ترحيب بن نايفه الهاجري، يقدم هذبه مع ثاني الاسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز القادمه والمنطلقه مع ثالث التحديات، وصل الاسم القادم والمنطلق، وصلت صدى بشعار راشد بن علي بن سالم بن سريد الدعيه يتقدم، وايضا حصل تسلل من قبل رها محمد بن طحنون بجابر الجبران المري يتقدم مع رها مع ثالث الاسماء. رابع المراكز بروج بشعار فيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع آل فهيدة. خامس المراكز وصلت القادمة مع خامس الأسماء، ارتياد بشعار غانم بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة، ونعود إلى الصدارة، نعود إلى البداية، إلى المقدمة. غيرت وانطلقت رها على أول الأسماء، محمد بن طحنون بجابر الجبراني يتقدم مع رها مع اول الاسماء. بن مهيرة يقدم لنا رها مع الانطلاق الاول. ثاني الاسماء النويعز خليل بن عبد الهادي بن خليل الشهواني يتقدم مع ثاني الاسماء، يقدم لنا النويعز. ثالث المراكز هذبة من بدأت تنطلق مع ثالث الاسماء، حمد بن محمد بن ترحيب بن نايف الهاجري يقدم لنا هذبة. رابع المراكز وصلت صوقة قادمة بشعار ناصر بن شبيب بن محمد الرمزان النعيمي، هو من انتزع الاشواط الرئيسية في هذا الصباح. وصل النعيمي، بدأ النعيمي يغادر، غير النعيمي للصدارة، يقدم لنا صوقة ناصر بن شبيب بن محمد الرمزان النعيمي مع الصدارة. الله الله، الكيلومتر الاخير والكيلو الخطير، صوقة ناصر بن شبيب بن محمد الرمزاني النعيمي بمتابعة حمد بن حمود الوهيبي يقدم لنا صوقة. ثاني الأسماء وصل شعر شهواني، وأيضا وصلت الراسية سالم بن حمد بن سالمين، وصل بن سالمين مع ثاني الأسماء وثاني التحديات. ثالث المراكز شعر شهواني، رابعا شعر الدعية مع صدى راشد بن علي بن سالم بن سريد الدعية، وأيضا الاسم القادم وصلت القادمة السردة جابر بن علي بن سالم الجربوعي المري. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، إلى صوقة ناصر بن شبيب بن محمد الرمزاني النعيمي ينطلق مع صوقة على الانطلاق الأول. بن سالمين مع ثاني الأسماء مع الراسية سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين، وأيضا السردة جابر بن علي بن سالم الجربوعي. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، صوقة ناصر بن شبيب بن محمد الرمزاني النعيمي ينطلق مع صوقة بدون أي توامر. صوقة تنطلق شعار هنا ناصر بن شبيب بن محمد الرمزاني النعيمي، والنقطة الثالثة مع النعيمي من انتزع الأشواط الرئيسية ويضيف الهاتريك مع صوقة ناصر بن شبيب بن محمد الرمزاني النعيمي بدون أي توامر. وسعد الله صباحك يا النعيمي، مشكور على هذا الأداء. من يقدم لنا صوغة تهانينا وناموس لناصر بن شبيب بن محمد الرمزاني النعيمي بدون أي توامر. ثاني المراكز وصلت السردة جابر بن علي بن سالم الجربوع المري، وثالث المراكز
كانت الغزية لسعيد بن حمد بن محمد بن طفله المري ورابع المراكز. الراس يا سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين وخامس المراكز. خامسا علامة بشعر عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، ها هي التحديات والمنافسة على أرضية ميدان التحدي. ها هي سوق بشعار ناصر بن شبيب بن محمد الرمزاني النعيمي، والنقطة الثالثة في هذا الصباح. التوقيت الزمني 4:43:38 من الثانية. تهانينا والناموس لمالك سوق ناصر بن شبيب بن محمد الرمزاني النعيمي، وبدون أي توامر ثاني الأسماء السردة. التوقيت الزمني 4:44:14 تهانينا والناموس لجابر بن علي بن سالم الجربوعي من قدم لنا السردة، من احتل الثاني الأسماء ثالث المراكز. كانت الغزيل 4:44:34 تهانينا والناموس لمالك الغزيل من احتل ثالث المراكز سعيد بن حمد بن محمد بن طفله المري. فتهانينا والناموس.